نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل لا يوجد انترنت. نقوم بالضغط هنا على حل مشكل كيب كات لا يوجد انترنت. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على كيب كات خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن كيب كات خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث، قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا